إذا نقض الإمام الوضوء بالتشهد الأخير. نعم. إذا نقض الإمام وضوءه، وكلمة نقض ينبغي أن تقول إذا انتقض وضوء الإمام، لأنه لا يجوز للإمام ولا لغير الإمام وهو في فريضة أن ينقض وضوءه. لكن قل إذا انتقض وضوءه، إذا انتقض وضوءه في التشهد الأخير انصرف وقال لأحد الجماعة تقدم وسلم بهم، أو قال لهم أتموا صلاتكم فرادا،